الحب كله طبعا ما دام هلا سرحان. لا هلا خناق كله وغرام وانتقام و لا لا بصي ما فيش خناق على فكرة، عشان بس تبقي عارفة عمري أنا وهالة ما كان في بينا خناق، كان في بينا وقيعة، حد وقع بينا واستمعنا لها سواء هي أو أنا، لكن خناق أو ضغينة داخلية لا يمكن. كان بقالكم كم سنة أصحاب؟ لا يعني من قبل الواقعة دي وبعد الواقعة يعني يمكن 15 سنة قبل الواقعة، فبيني وبينك ما فيش، ما حصلش بيني وبينها، ما واجهناش حتى بعض، ما قلناش كلمة سخيفة لبعض، كنا بنشوف بعض في الاسانسور لان احنا ساكنين في عماره واحده، كنا بنقول هاي هاي باي باي. ما فيش فكرتوش تقعدوا وتشوفوا مين اللي عمل بس الظروف، هي الفتره اللي حصل فيها الوقيعه هي سابت مصر ومشيت، ما كانتش موجوده وكانت نفسيا مش مظبطه وما تقبلتش وانا ما تقبلتش، وانت عارفه في كان عندها مشاكل كل واحد فينا كرامته وجعته انه صدق الوقيعه اللي لغايه دلوقتي. لا احنا شوف بنشوف بعض بنكلم بعض وبقالنا فتره بنكلم بعض مفيش مشكله. انا عايزاكي تبصي للكاميرا وتكلمي مدام هاله سرحان، هتقول لها ايه؟ هقول لها الايام الحلوه اللي بيني وبينك عمرها ما هتتنسي، وفي لسه بينا ايام حلوه جايه، وما اعتقدش انه ممكن، كبرنا وعقلنا ومحدش هيوقع بينا تاني. بس وشك اتغير ليه؟ دمعتي؟ بتحبيها قوي ها؟ صاحبتي ده كده سبق البرنامج، اول مره اشوف دموع ايناس الدغيد. ما تنسيش انا حزينه كمان الايام دي عشان انا عندي بابا بنتي لسه ميت من الله يرحمه 3 4 ايام.